أروح لزميلي فتحي سليمان مسؤول الملف الأمني في قناة تن، معايا دلوقتي على التليفون علشان يقول لنا إيه آخر تطورات هذه القضية اللي فعلا عملت ضجة وهزة في المجتمع المصري بعد الفيديو المقزز اللي تقريبا كل الناس شافته على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص وهو يستدرج طفلة صغيرة ليتحرش بها في مدخل إحدى العمارات أو البنايات. فتحي مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا دكتور عمرو، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. إيه آخر التطورات في هذه القضية؟ زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور، الواقعة هزت الرأي العام المصري والعربي والعالمي، وتداولتها كل وسائل الإعلام في مصر وبره مصر. الواقعة بدأت أمس في السادسة مساء بعد نشر بوست على فيسبوك من قبل السيدة إنجي أسامة الشهيرة بأوجيني والموظفة بمعمل تحاليل خاص في منطقة المعادي. البوست تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا، وتفاعل معها ملايين الناس خلال بعد نشر البوست. الجهات المعنية والأجهزة فحصت البوست بعد تداوله بصورة كبيرة، تم توجيه ماموريات أمنية للقبض على المتهم. أسفرت من قبل ساعات على القبض على المتهم وضبطه في أحد المناطق أثناء هروبه. المتهم يعني حضرتك مش عايز تقول صورته أو وأنا مش هقول اسمه. المتهم هو خريج كلية تجارة، يعمل محاسب، متزوج ولديه ابن وابنة. المتهم تم ضبطه، ويعني بعد مواجهة السيدة إنجي أسامة بالواقعة أمس تلعثم ومعرفش يرد عليها وجري وهرب. بعد تداول الفيديوهات تم ضبطه بصورة سريعة. المتهم حاليا يخضع لتحقيقات موسعة في النيابة العامة وأمام جهات التحقيق. تم العثور على الطفلة الضحية أيضا، وهي تدعى سارة، 6 سنوات، بائعة مناديل في ميدان الحرية بمنطقة المعادي. الطفلة ووالدتها حاليا في جهات التحقيق. جهات التحقيق استمعت بالنهار إلى أقوال إنجي أسامة وزميلتها نجلاء العاملتين في معمل تحاليل خاص. إنجي أسامة أكدت أنها لم تتعرض لمضايقات من قبل صاحب المعمل، بل بالعكس هو شجعها على فعلتها، ولاقت ترحيب كبير جدا من قبل كل زملائها والمتعاملين معها. وقالت التحقيقات ان هي تعاملت مع الواقعة كأم، وان هي لم تشعر باللوم تجاه ما فعلته، وان المتهم يجب ان يحصل على جزائه والعقاب. طيب هو دلوقتي مقبوض عليه، يعني النيابة يعني قررت ايه؟ يعني حبسه كام يوم على ذمة التحقيق ولا ايه بالظبط؟ قرارات النيابة العامة حتى الآن لم تصدر. التحقيقات جارية بمعرفة فريق من النيابة العامة، من نيابة جنوب القاهرة. النيابة العامة وحدة الرصد والمعلومات والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رفضت تداول الفيديو للمتهم يتعدى على الطفلة. على الفور كلفت تواصلت مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها النهاردة وأدلت بأقوالها، وحاليا تواجه المتهم بهذه الأقوال والفيديو المتداول. النيابة العامة كلفت خط نجدة الطفل باتخاذ اللازم قانونيا تجاه الطفلة، كمان كلفت المباحث بجمع التحريات وسرعة تقديمها إلى جهات التحقيق، وجاري حاليا استكمال التحقيقات مع المتهم وفي هذه الواقعة. طيب يعني عشان بس يعني نقول للناس انه إنجي ما تعرضتش لمضايقات، لانه بعض حتى الاخبار بتقول انها يعني صاحب العمل فصلها من شغلها. الكلام ده مش صحيح يا فتحي، مش كده؟ ليس صحيحا بالمره. هي كانت بالنهار في جهاز التحقيق، وحاليا في معمل التحاليل تمارس عملها مع زميلتها نجلاء وزميلتها إيمان اللتان تعملان في معمل التحاليل الخاص. صاحب المعمل دكتور أسامة لم يتعرض لهما بأي أذى وفقا لأقوالها وتأكيدها لإحدى صديقاتها وتدعى رومانا. الواقعة بكلية أمام جهات التحقيق التي تحقق في الواقعة وتحيل المتهم إلى المحاكمة في القريب العاجل. شكرا جزيلا زميلنا فتحي سليمان مسؤول الملف الأمني في قناة تن. وأنا عايز أقول لحضراتكم إن احنا هنرجع نفتح هذا الملف بعد قليل.